السؤال الثالث هنا سألني على نفس الرسمة اللي احنا شغالين عليها، بيقول لي لو الobjective function بتاعتك اتغيرت، هي كانت ايه الاول؟ كانت maximize كذا، قال لي اتغيرت والله بقت minimize z equal to x1 plus x2، يعني اللي اتغير من الماكس اتغيرت لminimize. The new FR اللي هي visible region become area number، هتكون رقم كام؟ هل هتتغير ولا مش هتتغير؟ تعالي بصي كده، انا لما جيت حددت الفيزيبل ريجن بتاعتي وانا بحددها وبطلع المنطقه المشتركه ما بين القيود الثلاث، هل انا قلت والله انا بصيت للاوبجكتيف فانكشن هل هي ماكس ولا ميني؟ كنت ببص لها ولا كنت ببص للقيود بتاعتي؟ يبقى انا ما بصيت لهاش خالص. معنى كده ان المنطقه بتاعتي هتفضل هي رقم 2 ولا لا؟ هتفضل رقم 2. طب لو جه سالني ما اتغيرتش ليه؟ فضلت زي ما هي ليه؟ ممكن يجي يسألني واي، هل هتتغير ولا لا؟ هقول له لا مش هتتغير، وهقول له ليه؟ because ايه؟ because the constant unchanged، يعني عشان القيود بتاعتي ما اتغيرتش زي ما هي، فبالتالي المنطقة بتاعت visible region كما هي. تمام؟ يبقى انا عندي هنا زي ما هي المنطقة رقم 2.